بريس كان نجح فيلم تونسي، فيلم حبك هادي تذكروه 2015، وكان ربح جائزة 2016، ربح جائزة في برلين، وعطت له ميريل ستريب مجد مستورة. De parler, Majd, il a hâte de prendre le micro et de montrer par sa présence son implication lui aussi dans ce pack. Merci Majd d'être là. Ladies and gentlemen, this young man next to me here, I told you this is really a who's who of Tunisian arts and artists. This young man, for his second role, 2 years ago in 2016, went to the Berlin Film Festival. Not only did he go there for a film called Hedi, Hebek Hedi, I love you Hedi in Arabic, but also he won the Silver Bear, which is the first for Best Actor, and he got his prize from Meryl Streep. Majd Mastour. شكرا. الميكرو ما عندوش الناس نفسه. يعيش. أنا باش نواصل على نهجتي نوري بوزيد، البوليتيك بو انكوريكت. دونك كتبت حاجة وقت اللي اتصلوا بيا، اتصلت بيا يسرا فراوس وزينب فرحات. دونك مجد مستور قبل كل شيء. مشروع مواطن ومشروع فني. وقت اللي اتصلوا بي واستدعوني المؤتمر هذا سالت روحي علاش استدعوني؟ شنو نجم نزيد بحضوري؟ يا اخي قررت نسال روحي شويه اسئله. اول سؤال هو شنو علاقتي بمسائل الحريات وحقوق الانسان؟ مثلا في حكايه المساواه بين الجنسين انا واحد من الناس نذكر روحي كل يوم اللي انا مشروع فيمينيست وما زلت مانيش فيمينيست. علاش؟ خاطرني اول حاجه راجل وانا نؤمن انه كل فرد ولا مجموعه بشريه هي وحدها تنجم تحرر نفسها من بعد يجي دور الحلفاء من خارج المجموعه هذه، وبالتالي ما ينجموا كان النساء يحرروا رواحهم، واحنا مهمتنا كرجال نؤمنوا بالمساواه تتمثل في مساندتهم مش احنا باش نحررهم. الحاجه الاخرى اللي خلتني نخمم فيها المناضله النسويه والحقوقيه مدام خديجه الشريف الموجوده لهنا في كلمه قالتها تفرجت فيها في فيديو، قالت ان نحاول نكون فيمينيست خاطر ديما فما ترسبات اقوى مني، وهذا بالنسبه لي درس في التواضع. وقت اللي تقولها امراه عديت عمرها في الدفاع عن حقوق المراه، ما لان ما نجم نكون زاد كان مشروع فيمينيست نتعارك كل يوم مع ترسبات ذكوريه عمرها الف السنين. وكما قال مولى النمط مالها الا امراه، انا نقول نطلع نهبط مالي الا راجل ما نجمش ناخذ بلاصه مش مشكل هو عامل روحه معدا علينا وانا نحن روحنا ما في بالناش ولا ولا راك حبل كنت في بيه. عادة وين كنت انا؟ اكل حبل بيه في بيه. راك حبل كنت في بيه افكتيفمون. وفكرة مشروع فكرة مشروع هذه اللي نحكي عليها فكرة مشروع المواطن الحر هذه تنطبق زاد على علاقتي بالديمقراطية والاختلاف وقبول الآخر في جميع أشكالها. ما ننساش اللي حليت عينيا وعديت ال 20 سنة الأولانيين من حياتي تحت بن علي والأثر نتاعهم عليا ما نجمش ننكره، كما نجموش ننكروا أثر الحزب الواحد والمجاهد الأكبر على جزء كبير من المناضلين والمثقفين والفنانين المدافعين عن الديمقراطية واللي في برشا من ممارساتهم اليومية أبعد ما يكونوا على الديمقراطية واللي مخيالهم مسكون بصورة الزعيم ذو القبضة الحديدية اللي يمتلك الحقيقة المطلقة واللي مش يحارب الجماهير. هذه تخلي مني شخصيا مشروع مفتوح نخدم عليه يوميا وتخلينا الكلنا كتوانسه شانتي محلول في برشا خدمه. ثاني سؤال علاش عيطولي؟ برجوليه ولا بيتوب نسويه؟ علاش عيطولي؟ علاش عيطولي؟ يمكن خاطرني شاب مشروع فنان ومساند زعما القضايا الحريات. به خليني نزيد نسال روحي. اولا انا كشاب سواء كنت طفل ولا طفله شنو بلاستي من الحركه الحقوقيه والنسويه في تونس اليوم؟ هل انه لازمني نكون عمري 50 سنه وعندي باك بلس 12 في الحقوق؟ وبالطبيعه مانيش نحكي عن نساء الديمقراطيات والرابطه التونسيه لحقوق الانسان اللي يملأوا الفرغ بالشباب. المهم مخ الهدره ان نعتقد انه لا الحركه النسويه ولا الحركه الحقوقيه ولا حد شيء في البلاد عنده مستقبل بدون شباب. ثانيا انا كمشروع فنان مشروع فنان لان العكس مش كيما الشباب ما عندوش بلاصه في الـ في الـ في, الـ في المجتمع المدني. يعني ذولي الفنانين ما همش ماخذين بلاصتهم بما يكفي في العركه من اجل الديمقراطيه. صحيح ما احلانا كي نتقصدروا بالكوستيوم ولا الروب اللي التابيروج اللي يزيدونا دي
نتحملوا مسؤوليتنا الانسانيه والمواطنيه والقضايا اللي تهم مصير التونس الكل. اما الله غالب قضايا حقوق الانسان ما تعملش البوز وما تاكلش الخبز. انا كانسان ومواطن يدافع عن الحقوق والحريات الفرديه والسياسيه والاقتصاديه وغيرها، وين نشوف روحي؟ عندي من شيره اليسار الراديكالي المحرحر بزيد هريسه تشيد اصولك على المزارع ومش وقته، ومن شيره اخرى خلطه بالليبراليين واليسار اليسار المعتدل نتاع جبلور ما تونيزي. وانا حسب رايي كرامه الانسان ما تتحققش بالخبز وحده، خاطر ماهوش مجرد كائن بيولوجي. وانا اعتقد ان اليسار هذا اي الانقراض، خاطر خارج التاريخ وخارج المجتمع. ومن شيره اخرى الدفاع عن حقوق المراه مثلا بالنسبه لي ما عنده حتى معنى وقت يكون مفصول على ايمان شامل بالعداله الاجتماعيه، خاطر المساواه اللي نجموا نحققوها في مجتمع لا عادل محدوده برشا، باش يكون كما الخروج من القفص الصغير نتاع الحريه الفرديه لقفص الفقر والفساد وغير دوله القانون. وانا بصراحه ومن الاخر نشوف انه الدفاع عن الحريات الفرديه ما عنده حتى معنى وقت اللي ندافعوا على السياسات الليبراليه اللي تزيد في فقر الفقراء قاعده تقضي على الطبقه الوسطى. علاش انا لهنا؟ سؤال اخر، باش نشكر اللجنه على المجهود الكبير اللي قامت به في التقرير نتاعها، خاطر اعضائها كبروا برشا في عيني كي بعدوه عن الانتخابات البلديه، وبالتالي النقي بها عن التجربات السياسيه، خاصه وانه في السلطه فما شكون مستحقها من فرد افلاسه سياسي، وخاطر قامت بعمل ميداني تشاركي بالتنسيق مع مؤسسات الدوله والمجتمع المدني واهل الاختصاص من علوم القانون والحقوق والدين، كانت فيه قريبه برشا من واقع النساء وجميع الفئات في المجتمع. وهذا نحييه خاطر نعتبر انه من اهم اسباب فشل الحركه الديمقراطيه وجزء كبير من المجتمع المدني والوسط الثقافي في الانغراس والانتشار وسط المجتمع، كونه في الكثير من الحالات نوادي خاصه منعزله عن المجتمع واللي صاير فيه. وفي اطار القرب هذا نحب ننوه بالمجهود اللي قامت به اللجنه لتقفي اثار النفس التحرري للتراث الاسلامي. وانا نمن انه ما فما حتى تغيير جذري ينجم يصير في المجتمع بدون الاخذ بعين الاعتبار بالموروث الفكري والعقائدي للتوانسه غثه وسمينه، وانما نجم نبني مشروع مساواه وعلمانيه وديمقراطيه تونسيه كان بالاخذ بعين الاعتبار بكل مكونات الشخصيه التونسيه ومن اهمها الدين الاسلامي. نقول هذا وانا نعتبر نفسي خرجت من وهم نجاعه استنساخ نماذج اجنبيه، وخلينا نقولوها خاصه النموذج الفرنسي اللي برشا منا مهووسين به. وهذا نقوله زاده مع الدفاع المطلق واللا مشروط عن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، عن حرية الضمير والتعبير والإبداع، عن إلغاء تجريم المثلية الجنسية وعقوبة الإعدام وغيرها من قوانين الممارسات الجنس بالفضل الفردية. علاش أنا هنا؟ باش نشكر اللجنة والجمعيات المنظمة المؤتمر هذا، شكرا اللي أعطيتونا الفرصة نذكروا اللي فما الناس مازالت تدافع عن الحريات والديمقراطية في تونس. فرصة باش نقولوا اللي عنده أحلام إقامة خلافة إسلامية في تونس يخليهم عنده ما عنده وين يوصل، واللي حب يعداء علينا بالحدث والنمط لغايات سياسية، واللي عنده ولده ما لعبش في صغره وجدوا ليجة في الكبر ويحب يلعب في تونس. شكرا شكرا بشرى درة سي كريم سي عبد المجيد سي سليم سي صلاح الدين السيدة سلوى سي مالك والسيدة إقبال، شكرا شكرا لتذكيرنا انه على هذه الارض ما يستحق الحياة.